just let me hear you say you want it all. Say it now, say it now. كاندي بوكيه، الأفكار الجديدة، الجاليري بوكس، الدباديب الكبيرة، يمكن دي أكتر حاجة هي ممكن تكون عليها إقبالي. الإقبال السنة دي ضعيف شوية نظرا لارتفاع الدولار، انت عارفة الحاجات كلها احنا بنبقى مستوردينها من شرق آسيا، والسنة دي احنا ابتكرنا ان احنا ننزل ورش وننزل مصانع صغيرة وناس بتعمل حاجات في البيوت. تقليع السنة دي احنا الحمد لله بنحب نميز نفسنا شوية، ان احنا نعمل افكار مش موجودة، عاملين بالفوم شكل خزنة كده كأنها خزنة حقيقية بالظبط، وبنلف جواها الهدايا، وعاملين صباع روش كبير جدا بحيث ان الشباب ياخدوه للبنات بيحبوا حاجات زي كده. تعمل ايه النهارده؟ النهارده خارج مع اصحابي. جبت ايه وقولي راضي عن نفسك ولا انت بتدفع الفلوس؟ جبت فيش. لا 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 لا، ابتديت الفالنتاين بكام؟ 2400. هابي فالنتاين دي. جبت ايه؟ جبت محفظه وبرفيوم. كل عام وانت طيب يا ست الناس. جبت هديه عيد الحب؟ لا. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ جالك هديه الفالنتاين؟ لسه بيجيبها. لازم كلنا نحتفل بالفالنتاين، ده عيد الحب يعني، وكنا اكيد كنا بنحب اكيد يعني. مفيش، ما جبتش هديه وما جاليش هديه خالص يعني، حياه بائسه. انتوا الحاجه الحلوه اللي حصلت النهارده. بتكيف يعني متجوزه؟ لا. عندما ارى عيناك تملاهم السعاده فانت الحب، انت الطب، انت الهوى. لو حبيتني كنت تضحي، كنت ما تجرحنيش في عواطفي. الدنيا غلاوة نار، صرفة فلوسي كلها عليه. صورتك اتفحرت في قلبي. هو جاب لي كريت فالنتاين قبل كده اصلا؟ اه طبعا كل سنه. هتعمل ايه في النهارده في الفالنتاين؟ مش هعمل حاجه، اروح ادي الهديه وامشي. ناوي تجيب ايه؟ ادب دوب اي حاجه الصراحه. ابعد بقى ابعد.